مساء الخير يا بابي، مساء الخير يا أنكل مصطفى. أنا فرحانة قوي بابي مع حضرتك النهاردة، وأكيد طبعا أنتوا بتتكلموا عن الذكريات الحلوة اللي بينكوا في النادي الأهلي. أكيد بينكوا تاريخ كبير وذكريات حلوة كتير. أنا النادي الأهلي بالنسبة لي كان كل حاجة في حياتي. النادي الأهلي بابي، يعني لو فضل، أكبر فضل لبابي عليا طبعا، غير إن كل حاجة أنا بنسب له الفضل في كل حاجة في حياتي، بس أكبر حاجة ان هو طلعني احب النادي الاهلي وزرع فيا حب الاهلي من الصغر، وده مش وارد قوي مع البنات، بس انا طلعت بحب الكوره جدا بسبب حبي للنادي الاهلي. وانا صغيره كنت بذاكر في الويك اند، عشان كان الدوري المصري مبارياته بتتذاع كل يوم جمعه، فكنت بخلص كل الهوم ورك واذاكر كويس، عشان كانت مكافئتي اني اقعد اتفرج على ماتش الاهلي ايا كان بقى الاهلي بيلعب مين. فانا اتربيت على حب النادي الاهلي انا واخواتي، وطبعا يعني الاهلي له فضل علينا كبير جدا، وعلى بابي وحبه يعني في العيله من اصغر واحد لاكبر واحد. فانا مبسوطه قوي بابي مع حضرتك النهارده، ويا رب دايما كده يفضل الاهلي فوق الجميع، ونفضل متجمعين مع بعض على حب الاهلي. هاي يا جدو، بنحبك يا جدو، بحبك جدو. الولاد عندي عمر، ده مستشار مالي درس في استراليا وخد جنسيه هناك برضه، ادوا له جنسيه بس هو معاه الجنسيه المصريه. نعم. واحمد بايلوت طيار في طيران الامارات، وبرضه درس في استراليا ومعاه الجنسيه برضه، ومعاه الجنسيه وهو في طيران الامارات. طب ما شوف لنا كده اي حاجه معاه. اي حاجه خلاص نقول لهم. طيب احنا معانا عمر، بعت لك رساله، شوف هيقول لك فيها ايه وترد عليه تقول له ايه. في الاول حابب امسي على كابتن مصطفى. طبعا كابتن مصطفى حضرتك عارف انت ليك معزه خاصه في قلبي، واني دايما بتفائل بيك من ساعه ما اتفرجنا على ماتش الاهلي والزمالك، الماتش التاريخي في مايو 2002 اللي مفيش حد من جمهور الاهلي يقدر ينساه، لما حضرتك كنت موجود هنا في الامارات، كنت مسافر واتفرجنا عليه كلنا مع بعض. ثانيا طبعا برحب بكابتن مصر ورمز من رموز النادي الاهلي كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي مش بس بابايا، لا ده صديقي واستاذ وقدوه لينا جميعا. هو اللي زرع فيا حب النادي الاهلي، حب الكيان العظيم، واننا نفضل دايما في ظهره مهما حصل، عشان ده بيتنا. يعني انا فعلا بعتبر النادي الاهلي ده بيتي التاني، لان ده المكان اللي انا اتعرفت فيه على اول صديق ليا وصاحب عمري، وتعلمت فيه رياضات مختلفه، تعلمت فيه السباحه، تعلمت فيه العاب القوه، وتعلمت فيه لعب الكوره. كنت اتمنى اني اكمل في لعب الكوره زي بابا، بس طبعا للاسف بسبب التزاماته مع الاتحاد الدولي استقرينا بره مصر لفتره، فما قدرتش اكمل. ولكن اتمنى يعني في يوم من الايام ارجع مصر واخدم النادي الاهلي باي طريقه. انا طبعا بفتخر ببابا وبشوف حب الناس ليه، عشان هو راجل صادق في كلمته وفي افعاله. يعني لما بنكون في مصر او حتى بره مصر بشوف اقبال نجوم كبير عليه واحنا قاعدين او خاركين، وبيقعدوا يتكلموا ويستعيدوا ذكريات ويفضلوا يحكوا عن مواقف بقى حصلت في سفر، في سفريات، في بطولات، في معسكرات. فطبعا بنتعلم منهم، دول نجوم كبار وبنستفيد من خبراتهم دول. واذكر مره من المواقف الطريفه اللي عدت عليا، كنا مره مسافرين اجازه انا واخواتي وبابا، كنا في استراليا، فقابلنا بالصدفة مجموعة من الأطباء المصريين اللي هاجروا استراليا في الثمانينات. طبعا لما شافوا بابا بدأوا يتكلموا معاه ويسلموا عليه ويستعيدوا بقى ذكريات أجيال السبعينات والثمانينات والكرة في مصر زمان مقارنة بالكرة في مصر دلوقتي، ويعني اتكلمنا شوية كده، وبعدين بدأوا يتصوروا معاه واحد ورا التاني. فالناس اللي واقفين الأستراليين شايفين إن في شخص هم مش عارفين ده مين، والناس بتتصور معاه، فبدأوا هم كمان يتصوروا معاه. فالموضوع بدأ يكبر والناس بدأت تتلم. فأتذكر واحد من ضباط الشرطة اللي هناك، البترول أوفيسرز اللي بيبقوا واقفين، فجه بيسألني بيقول لي هو مين ده، فيه إيه؟ قلت له لا ده رياضي مصري ودول يعني ناس تعرفه وأطباء مصريين يعرفوه. فيعني كان موقف من المواقف الطريفة يعني، وبس ومشينا. في النهاية طبعا بقول له ربنا يخليك لينا وتفضل دايما بتمتعنا بعلمك وثقافتك وذكرياتك التي لا تنتهي،
وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تبقى سنة حلوة علينا جميعا، وإن شاء الله النادي الأهلي من نجاح لنجاح. سنة طيبة يا عمر. وأنا فاكر كنت في زيارة لأبو ظبي وعند الكابتن فتحي في البيت، كان عازمني على العشاء، وعشاء جامد قوي يعني مش عايز أقول لكم. ومدام هالة يعني كانت بسم الله ما شاء الله أستاذ في السفرة والطبيخ والكلام ده كله. وكان عمر ده لسه صغير، بنتفرج على ماتش بتاع الأهلي والزمالك بتاع 6-1، وكل ما يجيب جول ألاقي واحد جاي طاير عليا، كل ما الاهلي يسجل جول واحد يقوم طاير عليا. فقلت له بقى ثلاثه خلاص بقى، لا لقيت بعد كده الكابتن فتحي نصير جاي طاير عليا في الرابع، واحمد اللي بعديه بقى بقينا سته. قلت له انا بعد كده هطير من الشباك بقى، ما خلاص بقى 6-1، فاكتر من كده ايه؟ ربنا يخليه لك. ده احمد. عمر بقى انت هتقول ايه الوقت لعمر؟ لا عمر هتقول له ايه؟ هقول له يا عمر ربنا يحميك وربنا يوفقك وتظل زي ما انت كده في التزامك، لان انت تربيت على الاصول، انت اعتمر هو واخواته معايا اكتر من 20 عمرة ما شاء الله، وحجه فهم وهم صغيرين وهم كبار وهم ملتزمين، فالتزامهم بالدين بيحميهم وبيديهم مناعة مع الحياة الخارجية، وانت تعلم الحياه الخارجيه فيها ايه كل حاجه، لكن ده عشان يلتزم بدينه ويلتزم بكده هو واولاده واسرته. ربنا يحفظهم لك. طب نشوف احمد بقى كمان هيقول لك ايه، انا جايب لك مفاجات كده انت ما تعرفش. مساء الخير يا كابتن مصطفى، مساء الخير يا كابتن فتحي، ومساء الخير للجمهور الجميل طبعا اللي اكيد بيتفرج على الحلقه العظيمه دي. انا الاعداد كلموني قالوا لي اعمل فيديو صغير كده عن كابتن فتحي اللي هو والدي، فما كنتش عارف هل هتكلم ككابتن فتحي كوالدي ولا كابتن فتحي كالايقونه الكرويه العظيمه في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي كله. بس بملخص كده، كابتن فتحي زرع فينا الكوره وزرع فينا حب النادي الاهلي، سواء كان ليا انا او اخواتي او قرايبي كلهم. من واحنا صغيرين واحنا بنروح نادي الاهلي طبعا، اتعلمت السباحه في النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين، كنت مع كابتن مجدي، وكان كابتن فتحي علمنا في حياتنا اليوميه الاحترام وحب كل حاجه ليها دعوه بالرياضه. طبعا بحكم خبرته مع منتخب مصر وبحكم خبرته مع لما سافر مع النادي، و ان هو كان محاضر مرافق في الاتحاد الافريقي لمده 10 سنين، طبعا دي كلها خبرات هو كان بيصبها علينا احنا، فانا طبعا فخور بالموضوع ده. مش هتكلم عن وجهه نظري انا عن كابتن فتحي، بس ده من كلام الناس كتير اللي انا يعني كل ما اشوفهم مثلا في الشارع لما يجوا يسلموا على كابتن فتحي ولا كده، نكون قاعدين في اي حته، قاعدين في النادي ولا كده، كل الكباتن العظام بيقولوا لي ان كابتن فتحي طبعا هو معلمنا وهو والدنا وهو ابونا وهو اول واحد احتوانا في الكوره وهو اللي علمنا كل الحاجات في الكوره، فدي حاجه طبعا بالنسبه لي تشرفني وتشرف اي حد يكون من ضمن النادي الاهلي. طبعا هو كان برضه كابتن فتحي كان مع جميع الناس اللي كانوا في النادي في الفريق، كان زي صاحبهم كمان، هو مش بس مجرد كان المدرب بتاعهم اللي لازم يدوا له كل احترام، بس هو كمان كان صاحبهم، فدي كانت حاجة مخلية العلاقة بين المدرب واللعيبة طبعا جميلة جدا. وعشان كده كان طبعا في الجيل الذهبي بتاع محمود الخطيب والجيل ده في الثمانينات، وطبعا في الجيل الذهبي التاني اللي هو بتاع جوزيه، بس احنا نتكلم على فقرة الكابتن فتحي. فهو كان معلمهم وهم كلهم جايين بيدوا له كل الاحترام وكل الشكر، وانا شخصيا ببقى فخور جدا من الموضوع ده. بتشرف ان هو والدي، وبتشرف ان هو من اعظم الكرويين في تاريخ مصر كلها وفي افريقيا كلها، والحمد لله الحمد لله ان هو كان بيشجع النادي الاهلي وما كانش بيشجع اي نادي تاني. هتقول ايه لابو حميد كمان؟ اقول لاحمد ربنا يوفقك وربنا يوفقك في عملك. احمد بايلوت طيار في طيران الامارات ما شاء الله، يعني من الطيارين المتميزين كمان، يعني بيطير على الطراز 380 اللي هي الطيار ركبت معاه مره؟
ركبت معاه مره واحده بس. والمطبات اخبارها ايه؟ بيمشي في حته ما فيهاش مطبات. طب كويس. سفينتين الجو كويس قوي. طيب فربنا يوفقه ان شاء الله يا رب، وتشوفهم كده ويخليهم لك ويخلي لك مامتهم ويخليك ليهم وتعيشوا في احسن حال يا رب.